السلام عليكم طلاب، اليوم محاضرتنا عنوانها الكربوهيدرات، اللي هن منو بالكربوهيدرات احنا نقصد؟ نقصد السكريات. طبعا انتم ايضا عندكم فكرة سابقة عنها، سواء بالمدرسة من الطلاب السادس، وايضا بالنظري انتم ايضا تاخذون الكربوهيدرات اللي هي السكريات. هذول السكريات هو مركبات مهمة بالحياة، مهمة حياتيا. مين تتكون؟ تتكون من هيدروجين والكربون والأكسجين. الصيغة مالتهم متكونة من كربون وهيدروجين وأكسجين. هذول الذرات هم اللي يكونون الصيغة الكيميائية للسكريات. اختلاف ارتباطهم بنسب معينة بطريقة معينة راح تكون إن كثير من أنواع السكريات. زين، الصيغة العامة إلى السكريات شن هي؟ ما هاي الصيغة العامة للسكريات اللي هي CH2O by N. شنو N؟ ان هذه يقصد بها عدد ذرات الكربون. يعني لو فرضنا انه كان عدد ذرات الكربون 5 ذرات كربون، راح يكون كربون 5، اتش راح تكون الهيدروجين 2 في 5 في 5 راح تكون ايش قد عندنا؟ تمام 10، و او ايش قد راح تكون؟ ايضا 5، فراح تكون سي 5 اتش 10 او 5 بهالشكل هذا. كذلك اذا كان الجلوكوز اللي هو مثل ما تعرفون عدد ذرات الكربون مالته 6، ايضا راح يكون C6H12O6. هذا معنى الصيغه هاي اللي CH2O/N. زين، عندنا هنا الجلوكوز والفركتوز والجاليكتوز امثله على السكريات اللي مهمه حياتيا، قلنا عليهم دول اكثر السكريات المشهوره. زين، شنو صيغه الفورمولا الها؟ هذه هذول الثلاث سكريات كلهم يحتوون على نفس الصيغة الكيميائية اللي هم 6 ذرات كربون و 12 ذرة هيدروجين و 6 ذرات أكسجين. طيب شنو الفرق بيناتهم؟ أما الفرق بيناتكم يكون بالصيغة، بالتوزيع الفراغي. يعني أكو صيغة جزيئية وأكو صيغة تركيبية. الصيغة التركيبية هي راح تختلف. إن أنا عندنا الجلوكوز هو سكر الديهايد، والفريكتوز هو سكر كيتوني، الجاليكتوز ايضا الديهايد لكن يختلف باتجاهات مجاميع الاو اتش المعوضه على ذرات الكربون الكيراليه، فيكون عندنا غير صيغه. زين، شنو معنى سكر الديهايدي وشنو معنى كيتوني؟ انتم ايضا عندكم معلومات سابقه بالمرحله السادسه ماخذين بالاعداديه، ماخذين عن العضويه. الالديهايد والكيتون هما يعودون إلى المجموعة الفعالة اللي هي مجموعة الكربونيل، اللي تكون شنو صيغتها؟ بالشكل هذا C double bond O. هاي ال C double bond O إذا كانت طرفية تكون aldehyde. يعني شنو طرفية؟ يعني اتجاه منا أنا R والاتجاه الثاني راح يكون H، فما بي در R ثانية. ال R شنو يقصد به؟ يقصد به يعني مركب عضوي CH2 CH3 وهكذا. يعني ذول الإيثان ميثان، يعني أعتقد أنه هالشيء تواخذيه سابقا، مجرد تذكير له. زين، إذا كانت كيتون راح تكون الاتجاهين بهم R معوضة، يعني ما عنده ذرة كربون طرفية، ما عنده اتجاه طرفي، منه R منه R مثل ما تشوفون هنا. هذا مجرد للتوضيح حتى تعرف. يعني ليش تقول لي شنو؟ ليش ثلاث أسماء وإله هو نفس الصيغة؟ زين، قلنا قبل شوية أن السكريات هي جزيئات مهمة حياتيا. زين، ليش مهمة حياتيا؟ هاي لأن إلها وظائف بالجسم، وتعتبر هي الخازن الطاقة بالجسم. هنا أنا عندي الـ important الكربوهيدرات هذولا. أول شيء يعتبر هو خازن الطاقة، ثاني شيء إلها وظائف تركيبية بالسيل ميمبرين، الثالثة انه يدخل بتركيب النيوكليوتيدات اللي وين يدخل بتركيب الدي ان اي والار ان اي، اللي يدخل منه هو سكر الرايبوز اللي هو سكر خماسي الديهايدي. بالار ان اي هو الرايبوز، بينما بالدي ان اي يكون رايبوز منقوص الاكسجين. عموما اللي مطلوب من عندكم هاي النقاط تحفظوها، لكن بعض المعلومات الاضافية للتوضيح. الكلاسيفاي هاي السكريات ممكن تكون سكريات احادية، يعني مثل ما سولفنا جزيئة السكر الجلوكوز وحدها. ممكن تكون ثنائية. شنو يعني ثنائية؟ يعني جزيئتين سكر ترتبط مع بعضهما بآصرة معينة تسمى بالآصرة الجلايكوزيدية. هنا نشرح يسموه. زين، هسه شنو عندنا؟ الأوليغو يعني أقل من 10 ذرات
جزيئات هيدرو جزيئات سكريات سواء جلوكوز او غيرها مرتبطه مع بعضها بهاي العصر. اما البولي اللي تكون اكثر من 10 جزيئات تسمى البولي سكرايز. هاي التصنيفات ايضا مهمه طلاب تحفظ. زين احنا اكو مجموعه كشوفات للسكريات، من خلال هاي الكشوفات احدد نوع السكر اللي عندي شنو هو، يعني ينطيك سامبل انون مجهول واني اسوي عليه مجموعه من الكشوفات بحيث بالاخير احدد شنو النوع السكر اللي عندي. زين اول كشف اللي راح اكشف عليه انا ممكن منطيني عينه اصلا ما تكون سكر، فلذلك اول كشف يسمى بكشف مولش اني اشوفه اذا انطاني ناتج ايجابي بيه هذا الكشف معناته اللي عندي هو سكر، اما اذا ما انطى ناتج ايجابي فمعناته اللي عندي اصلا مو سكر، يعني ممكن يكون دهون، ممكن يكون بروتين، ممكن يكون حتى لو جزيئه مي او بنزين او ايا كان، المهم انه هي مو سكر. فهذا كشف مورش يستخدم اللي يعطيني نتيجة إيجابية ويا السكر. زين ويا يا سكر ويا كل السكريات يعطيني ناتج إيجابي سواء كانت مونا سكرايد والداي سكرايد يعني السكريات الثنائية والبولي سكرايد اللي هي السكريات المتعددة اللي كنا أكثر حتى من 10 جزيئات سكر مرتبطة مع بعضها. زين شنو هو الكشف؟ ماما هنا أنا راح ناخذ 1 مل من النموذج اللي هي العينة المطينية اللي أنا أرد أشوفها هي سكر لولا، حطها بالتست تيوب واضيف لها قطرتين من هاي القطرتين من الالفا نفثور، بعدها اضيف H2SO4 مركز حامض H2SO4 مركز. شلون طريقه الاضافه؟ تكون الاضافه على الجدار وببطء على كيفي، هذا حامض مركز وعلى كيفي الاضافه، اتركه دقائق اشوف راح تطلع لي حلقه بنفسجيه. هاي الحلقه البنفسجيه معناته انه الجزيء التيوب اللي بيها النموذج اللي عندي هي سكر، إذا ما أنطتني هاي الحلقة البنفسجية أصلاً اللي عندي مو سكر. هسه لأن أنا من خلال كشف مولش عرفنا شنو النموذج اللي عندي هل هو سكر أو لا. زين شنو المهمة هنا؟ أنت تعرف اسم الكشف، المواد اللي دا استخدمها، وعن من يكشف. هسه كشف مولش يكشف عن وجود السكريات، يفرق عن نسب السكريات عن المركبات الأخرى سواء تكون دهون أو بروتين وغيرها. الناتج الإيجابي راح يكون هو حلقة بنفسجية. الكشف الثاني بهذه المحاضرة هو كشف بارفويت. هذا الكشف يستخدم لديستينغويش بتوين ريدوسينج مونوسكرايد جلوكوز فريكتوز رايبوز اللي هو السكريات الأحادية المختزلة، والدايسكرايد اللي هي السكريات الثنائية مثل المالتوز واللاكتوز. من يتكون المالتوز؟ المالتوز يتكون من 2 سكر الجلوكوز، واللاكتوز يتكون من جالكتوز وجلوكوز مربوطة بأواصر جلايكوسيدية، نوع الأواصر هو 1014. أيضا هي ينطي ناتج إيجابي. هنا الدايسكرايد تكون التفاعل مالتها شوي بطيء، يحتاج من 7 إلى 12 دقيقة، بينما السكريات الأحادية راح تكون سريعة تعطينا الناتج الإيجابي بسرعة مباشرة. زين التسخين أكثر من 5 دقائق مو صحيح. ليش؟ لأنه أني عادة لسه أنت عندك مواد بين أواصر وتسخين، إيش راح يصير بالأواصر؟ مثل ما أنتم تعرفون تمام إنه أني أدري بيكم أنتم هالشي معلومة عندكم، دائما من أسألكم تجاوبوني بشكل صحيح، إنه أني بعد ما أرفع درجة الحرارة الأواصر اللي عندي راح تتكسر. زين اذا عندي جزيئتين سكر مربوطه باسرة جلايكوسيدية وسلطت عليها درجه حراره، فالتسخين ايش راح يسوي؟ تمام راح تنكسر الاسرة اللي بيناتهم، فراح يرجع لي معناتها لي السكريات الاحاديه المكونه من عند، ولو فرضنا انه هو عندنا اللاكتوز اللي هو قلنا جلوكوز جالكتوز وجلوكوز، من راح نسخنه راح يرجع لي الى جالكتوز وجلوكوز، ما صار عندي لاكتوز، فاذا راح يكون ناتج ايجابي. اذا هنا التسخين راح يكون لمدة قصيرة، ما أزيد مدة التسخين لأن التسخين لمدة عالية راح يكسر لي الأواصر وراح يرجع لي إلى السكريات الأحادية، وأنا بهالطريقة ما قدرت أفرق وما قدرت أستفاز من هذا الكشف. زين شنو طريقة العمل؟ طبعا هاي ملاحظة مهمة إنه التسخين لمدة أعلى راح يكسر لي الأواصر. زين طريقة العمل البروسيجر، راح ناخذ 1 مل من العينة اللي منطينيها لي أنا أحددها شنو هي، حطها بالتست تيوب، أضيف لها 3 مل من البارفوئيد ريجنت من كاشف بارفوئيد، بعدها راح أجي أسخن المحلول
في حمام مائي بولينج يعني مغلي فور 6 مينت 5 دقائق. وهسه نشوف الناتج. شوف عندي هاي الصوره طلاب بدي توضح لكم الناتج الايجابي دي ينطيني ريد بريسبيتيت راسب احمر واضح هنا عندكم ويا من دي يعطينا راسب احمر ويا الاكزايلوز ويا الجلوكوز ويا الفريكتوز اللي هم ذولا شنو هم ذولا كلهم هن سكريات احاديه مونو سكرايد. اذا دي ينطيني ناتج ايجابي سواء كان سكر خماسي او سداسي او كيتوني او الديهايد كلهم دي ينطوني ناتج ايجابي. بينما السكريات الثنائيه اللي هو اللاكتوز والسكروز ده ما يعطيني راسب احمر يعني عرفنا اذا اني جيت واشتغلت وانطاني راسب احمر عرفت انه اللي عندي هو سكر احادي اذا ما انطاني عرفت انه اللي عندي هو سكر ثنائي وبذلك انتقل للكشف اللي بعده بحيث احدد نوع السكر اللي عندي. لان انا ما تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم والمحاضره القادمه راح نكمل بها لثلاث انواع من الكشوفات الاخرى قلنا احنا خمس انواع من الكشوفات للسكريات خذنا معي المحاضره نوعين كشوف غاز اللي هو كشف مولش وكشف بارفوئيت. بالمحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل باقي الكشوفات. أتمنى تكون المحاضرة واضحة.